ارحبي ام العروسة واقبلي وشاك زايل، ارحبي يا بنت ابوها حي شوفك يا الاميرة، ام نواف نورك اللي زاهين بحلى المحافل، كأنك إلا مثل قمره بالضياء طلعت سفيرة، ارحبي يا ام العروسة واقبلي وشك زايل، ارحبي يا بنت ابوها حي شوفك يا الاميرة، ارحبي يا ام العروسة واقبلي وشك زايل، ارحبي يا بنت ابوها حي شوفك يا الاميرة، ام نواف نورك اللي زاهين بحلى المحافل، كأنك إلا مثل قمره بضياء طلعت سفيرة، افرحي افرحي افرح الا لو تهني جعل عمرك عمر طايل، انت كللة عروسة وفيها فرحتنا كبيرة، عشت يا نواف المهراس ليلة الاصايل، يا سمو الحسن والله فالنساء مالك نظيرة، بنت عز بنت قوم من عريبنا السلايل، وارث المعروف وطيب وخصالك الكثيرة، ارحبي يا ام العروسة واقبلي وشك زايل، ارحبي يا بنت شوفك يا الأميرة، أم نواف وابوك شيخ كسب الجمايل، مكرم الضيفان دايم فالرخاء وفالعسيرة، والف مبروك وتهاني يا منار وهد الجزائر، أجمل وأحلى عروسة فالخليج وفالجزيرة، أرحبي أم العروسة واقبلي وشك زايل، أرحبي يا بنت أبوها حي شوفك يا الأميرة، أنت يا شيخة على كل البني وكل المثايل، من جمالك نظرت توقف بحيرة، منار لمنك حضرت زينك شب الفتايل، والحضور الكل والله وقفوا لجلك مسيرة، ارحبي يا ام العروسة واقبلي وشك زايل، ارحبي يا بنت ابوها حي شوفك يا الاميرة، والله ان اللي خذاك ما يدور له بدايل، حظي قلبه فيك وايامه بقربك مستنيرة، بنت اصل وبنت شيخ وبنت سادة القبايل، افخري في طيب ابوك وطيب اصلك والعشيرة، والختام الله يتم فرحتك والعمر طايل، والسعادة فالك وايام عمرك مستنيرة، ارحبي يا ام العروسة واقبلي وشك زايل، ارحبي يا بنت ابوها حي شوفك يا الاميرة، كل جديد وحصري تم التسجيل والمكساج باستوديوهات رنيم، للتواصل 050 219 3235.